بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ modes of operation بتاعة الـ 3 phase induction machine لما تكون بتشتغل كـ generator وفي حالة البريكنج. إحنا كل المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا إزاي كنت بشغل الـ 3 phase induction machine على إنها موتور بس. النهاردة هنعرف ايه الشروط اللي لازم تكون موجودة في المكنة عندنا عشان اقدر ان انا اشغلها كجنريتور او ان انا اقدر اعمل لها البريكنج او اللي هي الفرمالة او ان انا اقلل السرعة بتاعتها. لو جينا اتكلمنا زي ما قلنا قبل كده ان المكنة او الثري فيز اندكشن ماشين ممكن ليها ثلاثة مودز اوف اوبريشن او في ثلاثة طرق للتشغيل بتاعتها. اول حاجة انها ممكن تشتغل كجنريتور، ممكن انها تشتغل كموتور، وممكن انها تشتغل كبريكنج مود. لو جينا اتكلمنا بالتفصيل شوية على الجنريتور، زي ما احنا عارفين ان اي جنريتور في الدنيا بيبقى داخل له ميكانيكال انرجي وخارج منه الكتريكال انرجي مع وجود ماجنتيك فيلد. طب ايه هي الشروط اللي لازم تكون متوفرة في المكنة بتاعتنا؟ اول حاجة ان انا عشان اوفر الميكانيكال انرجي دي بتكون عن طريق external prime mover او بيكون جهاز خارجي ان هو بيبتدي يدور المكنه عندنا عشان يديها الستارت بتاعها او يديها الانيشيال ميكانيكال انرجي بتاعتها. والشرط التاني بتاعنا ان لازم تكون السرعه بتاعه الدوران لان روتور بتكون اكتر من السينكرونس سبيد. طيب السليب عندنا اللي احنا خدناه قبل كده في حاله الجنريتور اللي هو كان عارفين القانون بتاعه عباره عن ان اس ناقص ان ار على الان اس، زي ما قلنا ان ال n r اكبر من n s. هنيجي نعوض في القانون ده، لو n r اكبر من n s يبقى السليب تملي بتاعه الجنريتور عندنا لازم تكون بالسالب. بعد كده اهوت اللي هو الجاب باور والديفلوبد باور بتوع الجنريتور، لان هما بيكونوا في عكس اتجاه الموتور فهيكونوا ايه بالسالب برضو او بيكونوا نيجاتيف عندنا. طب نيجي نشوف ازاي الجنريتور بيشتغل. هاو ذا جنريتور اوبريتس. اول حاجه زي ما قلنا الجنريتور بيكون داخل له ميكانيكال انرجي والماجنتيك فيلد عندنا، وهيطلع منه مين الكتريكال انرجي او الطاقه الكهربيه اللي انا عايزاها تكون موجوده او خارجه من المكنه بتاعتنا. طب لو احنا اتكلمنا الميكانيكال انرجي لسه قايلين ان هي هتتكون من فين او هتتولد جوه المكنه من فين؟ عن طريق اللي هو البرايم موفر. طب تاني جزء عندنا اللي هو الاكسايتيشن او الماجنتيك فيلد او ساعات بنسميها السورس بتاع الماجنتايزنج كارنت او الرياكتيف باور اللي الجنريتور محتاجه عشان يشتغل عندنا. ده بقى بيتولد ازاي؟ في عندي طريقه من اتنين. اول حاجه اللي هي السيلف اكسايتد ماشين، يعني الماشين بتقدر تدور نفسها او بتقدر توفر الرياكتيف باور اللي هي محتاجاها داخليا، وهنعرف ازاي. يا اما حاجه اسمها الاكسترنالي اكسايتد ماشين جنريتور، يعني ايه؟ ان انا لازم ادخل لها الكيو بتاعتها او الرياكتيف باور اللي هي محتاجاه او السورس بتاع الماجنتايزنج كارنت خارجيا من حاجه خارجيه خارج المكنه، هي اللي هتبتدي تغذي لك المكنه بالرياكتيف باور اللي هي محتاجاه عشان تشتغل كجنريتور. هندرس كل نوع من دول بالتفصيل. اول حاجه عندنا زي ما احنا لسه قايلين الثري فيز اندكشن جنريتور، انا بقسمهم على حسب ايه؟ بقسمهم على حسب الطريقه بتاعه الدخول بتاع الماجنتايزنج كارنت. فزي ما قلنا ان هي هنقول اللي هي الستاند الون او السيلف اكسايتد، وتاني نوع عندنا اللي هو اللاين كونكتد مود او لسه قايلينها اللي هي الاكسترنالي اكسايتد. لو جينا اتكلمنا على الستاند الون وساعات بنسميها السيلف اكسايتد وساعات بنسميها الايزوليتد مود، كلهم بيبقى نفس المعنى ان المكنه بتقدر تولد جواها الماجنتايزنج كارنت اللي هي محتاجاه. ده بقى بيبقى ازاي؟ ده بيكون موجود عن طريق الريزيديوال فلكس اللي هو زي خدناه في دي سي ماشين، اللي هو بيكون موجود في الحديد بتاع المكنه من الاول، وده من خصائص المعدن بتاع المكنه نفسها ان انت بيكون في عندك في البدايه خالص بيكون في حاجه اسمها الريزيديوال فلكس او فلكس بيكون متكون جوه الحديد بتاع المكنه. بس في حالة ال وتاني حاجة عندنا محتاجينها عشان بيبقى الريزيديوال فلكس زي ما قلنا جوه الاندكشن ماشين بيكون صغير، فبنحتاج كاباسيتور بانك عشان يبتدي ان هو يزود لك كمية الرياكتيف باور اللي بتتولد جوه المكنة اللي انا محتاجاها عشان اقدر اعمل لها اكسايتيشن او ادخلها الماجنتايزنج كارنت اللي هي محتاجاها في الاول. ولو جينا بصينا للكيرف ده عبارة عن الفولتج بتاعنا اهو مع التيار الاي ماجنتايزنج،
وده زي ما أخدنا قبل كده، ده بيبقى عبارة عن الماجنتايزيشن كيرف، وده بيكون على حسب النوعية بتاعت المعدن اللي المكنة متصنعة منه. النقطة من زيرو لإيه دي بتبقى عبارة عن الريزيديوال فلوكس، أو الفلوكس اللي بيكون متكون جوه المادة في البداية، وده اللي هو اللاين بتاع الكاباسيتور بانك بتاعنا، أو قيمة الكاباسيتور بانك بتاعتنا عند فريكوانسي معينة. نقطة التقاطع دي هي عبارة عن الأوبريتنج بوينت اللي المكنة بتشتغل عندها. ده بيبقى شكل المكنة وهي متوصلة على الكاباسيتور بانك. ادي الثري فيز اندكشن جنريتور، اول حاجه هيكون عندنا في البرايم موفر اللي هيدي لك الميكانيكال باور، وفي عندنا الريزيديوال فلوكس طبعا هو مش ظاهر في الرسمه، وعندنا الكاباسيتور بانك اللي هيبتدي يغذي المكنه بتاعتنا بالرياكتيف باور اللي هي محتاجاها، وده السويتش بتاعنا لو اول ما بيقفل بتبتدي الثري فيز اندكشن جنريتور بيغذي لك الاحمال بالالكتريكال انرجي اللي هي محتاجاها. ده برضو شكل تاني للكاباستور بانك بتاعنا. لو جينا بصينا هنقول نقطة مهمة جدا، زي ما اتفقنا ان دي الاوبريتنج بوينت بتاعتنا، وده الماجنتايزيشن كيرف، وده اللود لاين بتاع الكاباستور. في عندنا قيمة بنسميها الكريتيكال كاباسيتنس رياكتنس، دي بتبقى عبارة عن ايه، اللي هي قيمة للكاباستور معينة لو انا استخدمتها المكنة برضو مش هتعرف تعمل سيلف اكسايتيشن. طب نشوفها كده على الكيرف بتاعنا. دلوقتي لو جينا بصينا ده بيبقى شكل الماجنتايزيشن كيرف، وده اللي هو اللود بتاع اللاين كاباستور. هلاقي ان اللود بتاع اللاين بتاع الكاباستور بتاعك ممسي او تينجنت مع الكيرف، فلو انا قيمه الكاباسيتنس بتاعتي بالقيمه دي اللي هي موجوده في اللاين اللي هو الكريتيكال كاباسيتنس ده، المكنه عمرها ما هتقدر ان هي تحصل لها اوبريشن. ليه؟ لان هي ما حصلش عندي اللي هي الاوبريتنج بوينت زي الكيرف ده خلاص. فيبقى كده انا ما ينفعش ان انا اجيب كاباستور بانك بقيم معينه اللي هي عند الكريتيكال كاباسيتنس، لازم تكون الكاباسيتنس بتاعت الكاباستور بانك اللي انا مختاراها اكتر من الكريتيكال كاباسيتنس. لو مش اقل منها هلاقي ان انت عندك المكنه مش هيحصل لها الانيشال ماجنتايزيشن، او الماجنتايزنج كارنت بتاعها مش هيتكون، فمش هيبقى فيه الرياكتيف باور الجنريتور محتاجه ان هي تشتغل بيه. طب نيجي لتاني مود بتاعنا اللي هي اللاين كونكتد او الاكسترنالي اكسايتد مود. الفكره في هنا هو ايه اللي بيحصل، ان المكنه محتاجه كيو. طب الكيو دي هتجيبها منين؟ قال لك ان هي هتبقى متوصله على باور نتورك تانيه موجوده اللي هي بنسميها الشبكه العموميه او الجريد نتورك، او ساعات اللي هي بنسميها الباور نتورك. فانا بوصل الجنريتور بتاعي في الباور نتورك، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل تبادل ما بين الطاقه بتاعتنا. الجنريتور هياخد الرياكتيف باور من الجريد، هياخد كيو من الجريد، وفي نفس الوقت لما هبتدي اشغل البرايم موفر هيبتدي الجنريتور يدي الالكتريكال باور اللي الجريد محتاجاه. يبقى كده هوت البرايم موفر هيبقى زي ما اتفقنا الشرط الاولاني، هيبقى دريفن عند ان اكبر من ان اس، لان بتاعت الروتور اكبر من ان اس. وتاني شرط عندنا اللي هو بتاع الماجنتايزيشن، هيبقى الجنريتور بياخد رياكتيف باور من الشبكه بتاعتنا. النوعيه بتاعت اللاين كونكتد مود او الاكسترنالي اكسايتد جنريتورز دي بستخدمها اساسي مع الويند انرجي في حاله اللي هي الطاقه، بستخدم طاقه الرياح. وفي الحاله دي زي ما احنا عارفين ان احنا الجنريتور عندنا فيه اللي هو السكويرل كيج والويند روتور، في الحالة دي أنا بستخدم غالبا النوعية بتاعت الماشين اللي هي بتكون السكويرل كيج أو اللي هي القفص السنجابي. ده بيبقى شكل الدايرة بتاعت الجنريتور في حالة إن هو كونكتد مع الجريد بتاعتنا. ادي البرايم موفر اللي هيديله الميكانيكال انرجي متوصل على الجنريتور، هيبتدي ان هو ياخد الرياكتيف باور لما السويتش ده يكون مقفول، هياخد الرياكتيف باور من الجريد بتاعتنا او من الشبكه بتاعتنا، وفي نفس الوقت هيبتدي يغذي الشبكه بالاكتيف باور او بالالكتريكال باور اللي هي محتاجاها. لو جينا بصينا على الباور فلو دايجرام بتاع الجنريتور، هو بتاع الموتور اللي خدناه قبل كده بالظبط، بس بعكس الاتجاهات. لو جينا بصينا ده البي انبوت، المره دي في حاله الجنريتور بتكون هي الميكانيكال انرجي، هيبتدي يحصل اللوسز بتاعه الكابر لوسز بتاعتنا، وبعدين هيبتدي يتكون عندك البي جاب، والكلام ده كله احنا خدناه بالتفصيل قبل كده في حاله الموتور. وعندنا بعد كده ده اللي هو الكابر لوس اللي موجود في الروتور اللي هو كان اي 2 داش تربيع في ار 2 داش،
والبي ديفلوبد عندنا، وهيكون عندك البي روتيشنال لوس، واخر حاجه البي اوتبوت اللي هي في الحاله دي هي عندنا الالكتريكال باور انرجي اللي اتكونت جوه الجنريتور. برضو خدناه قبل كده اهوت، اللي هو التورك مع السبيد كاركترستكس. اتفقنا ان هو بيبقى متقسم لثلاثه زونز. اول زون عندنا اللي هي الزون بتاع البريكنج، وبتكون السليب بتاعتك اكبر من الواحد. تاني زون عندنا اللي هو الماشين بتشتغل كموتور، وكانت السليب بتاعتها من الصفر لواحد. وتالت زون عندنا اللي هو الجنريشن ريجن، وزي ما اتفقنا ان السليب بتاعتك بتكون اقل من الصفر او بتكون بالسالب. دي شكل الايكوفالنت سيركت بتاعتنا، هي هيها بالظبط بتاعت الموتور. الاختلاف الوحيد ان انت عندك اتجاه التيارات بتكون مختلفه. التيارات بتاعتك اللي هو I2 هيكون عكس الاتجاه، بيكون متغذي. دلوقتي انت بتروح ناحيه بتولد الكتريكال انرجي، فهيبقى ده اتجاه I2 هيبتدي يتوزع للاي اللي بيخش لك في الكور ريزيستنس والماجنتايزيشن رياكتنس، وهيروح لك على الجزء بتاع الستيتور عندنا. فهي نفس الايكوفالنت سيركت بالظبط بتاعه الموتور، بس الفرق عندنا في اتجاه التيارات بتاعك اللي هو I2 وI1 والاي اي او اي ماجنتايزيشن. طب ايه هي التطبيقات بتاعه الثري فيز جنريتور؟ التطبيق الاولاني اللي هي الميني هايدرو بلانتس، اللي هي بتبقى الوحدات او الشبكات الصغيره اللي بتتغذى بالمية. وتاني حاجة عندنا زي ما قلنا اللي هي الشبكات اللي بتكون بتتعامل مع التربينات اللي بتشتغل بالويند انرجي عندنا او بطاقة الرياح. نيجي بعد كده على تالت مود اوف اوبريشن، او تالت طريقة لتشغيل المكنة بتاعتنا، اللي هي البريكنج مود، او اللي هو ان انا ازاي بقلل السرعة بتاعة الثري فيز اندكشن موتور. يبقى كده هوت البريكنج يعني ايه؟ هي ريديوسنج السبيد بتاعه الاندكشن موتور، او ان انا بقلل السرعه بتاعه الاندكشن موتور. قال لك ان احنا في حاله البريكنج ايه الفكره بتاعته كلها؟ ان انا لازم اولد تورك سالب او عكس اتجاه التورك الاصلي اللي موجود في الموتور، فده هيبتدي يقلل لك شويه التورك اللي موجود لغايه ما الموتور بتاعك بيقف. طيب نيجي لو جينا بصينا للشروط بتاعه البريكنج، اول حاجه ان انا التورك ديفلوبد او التورك اللي بيتكون لازم يكون عكس اتجاه التورك الاصلي او عكس العزم الاصلي. تاني حاجه عندنا الاس بتاعتنا القانون اللي هي السليب، هتبقى ان اس ناقص هنفتح قوس ناقص ان ار على ان اس، اللي يعني ان اس زائد ان ار على ان اس. وزي ما شفنا في رسمه التورك سبيد كاركترستكس ان السليب في حاله البريكنج مود لازم تطلع اكبر من او تساوي الواحد. البي جاب بتاعتك بتكون بوزيتيف والبي ديفلوبد بتكون نيجاتيف، فبالتالي الانبوت الكتريكال باور من السبلاي بتاعك والانبوت ميكانيكال باور اللي داخله لك على الموتور من الشافت بتاعك، كل الباور دي هتبتدي ان هي تفقد في الكابر لوسز بتاعتنا، وبالتالي هيبتدي الموتور بتاعك يبطئ السرعه بتاعته لغايه ما يقف. طيب عايزين نشوف ايه هي انواع البريكنج. عندنا نوعين رئيسيين من البريكنج، اول حاجه الميكانيكال بريكنج او بالطريقه الميكانيكيه، اللي هي زي الفرمله بتاعه العربيه كده ان انت بتدوس على بيستون او اي جهاز بحيث ان هو يوقف لك الموتور بتاعك، يا اما الطريقه الكهربيه. طب لو جينا بصينا على العيوب بتاعه الطريقه الميكانيكيه، اول حاجه ان احنا عندنا العيب الرئيسي اللي هي الهيت ديسيبيشن او الفقد في الحراره بيبقى كبير جدا، زي الفرمله كده انت لو فرملت جامد في العربيه هتلاقي ان في اللي بيحصل زي شياط كده في التيل بتاع الفرامل، هو نفس الكلام بيحصل في المواتير بتاعتنا، بيكون في عندك heat dissipation. تاني حاجة عندك هي بتعتمد على السكيلز او مهارات القائد بتاع الحاجة دي، يعني انت لو سواق القطر ولا اي حاجة ما فرملش في الوقت الصح او خد وقت في الفرملة ممكن يحصل مشاكل، فده بيعتمد على يعني بيبقى فيه نسبة للخطأ البشري، على عكس اللي هو الالكتريكال بريكنج. طب لو جينا بصينا على المميزات بتاعه الالكتريكال بريكنج بتاعنا او الفرمله كهربيه، او ان انا ازاي بقلل السرعه كهربيا، قال لك ان هي طريقه سهله وبيعتمد عليها لان هي ما فيهاش العنصر الخطا البشري ده. وتاني حاجه الفتره الزمنيه اللي الموتور بيقف فيها بتكون سريعه جدا. طب لو جينا بصينا ايه هي انواع الالكتريكال بريكنج، ايه هي انواع الالكتريكال بريكنج؟ قالك ان احنا اول نوع عندنا حاجة اسمها الكوستنج، وهندرس كل نوع من دول بالتفصيل في السلايدز اللي جاية. تاني نوع عندنا حاجة اسمها الدايناميك بريكنج.
تالت نوع عندنا اللي هي البلوجينج، رابع نوع حاجة اسمها الدي سي بريكنج، واخر نوع هندرسه اسمه الريجنريتيف بريكنج. لو جينا اتكلمنا على الكوستنج، ده بيبقى عبارة عن ايه؟ ادي الروتور بتاع المكنة بتاعك، وادي الستيتور، وعندنا فيه بيبقى زي سويتش. زي ما احنا اتفقنا ان الموتور بتاعك بنكون موصلينه في على السبلاي بتاعك او على الثري فيس سبلاي عشان يبتدي يشتغل. فاللي بيحصل في الكوستنج ان انا هروح فتحة السويتش بتاعنا او فتحة المفتاح ده فصلاه عن السبلاي بتاعه. طب مادام فصلته كله عن السبلاي، ايه اللي بيحصل؟ هلاقي ان الموتور بتاعك هيبتدي يقف، لان هو مش هينفع يشتغل وهو مش عليه ثري فيس سبلاي. طيب تاني نوع عندنا اللي هو الدايناميك بريكنج، ساعات ده بينفع بس مع حالة السليب رينج او الوند روتر. طب عايزين نشوف فكرة الدايناميك بريكنج دي عبارة عن ايه. هي بيبقى في خطوتين بنعملها فيها. اول حاجة ان انا بوصل الدايرة بتاعت الروتر بتاعك على هاي ريزيستنس، مقاومة قامتها عالية جدا. وتاني حاجة ان انا واحدة من الفيزز بروح فصلها خالص. فلما بفصل واحدة من الفيزز هيبقى اكن الموتور بتاعك الثري فيز ده اكنه بقى سنجل فيز اندكشن موتور. طيب قالك ان احنا عندنا في حالتين، لو انا الخط بتاعك فضل مفتوح، وهنشوف يعني ايه الكلام ده بالرسمة، يبقى هسميها تو ليد كونكشن. تاني حاجة اللي هي زي الرسمة دي، دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ادي الثلاثة فيز بتاعك، ادي الار وادي الواي وادي البي. في اللحظه اللي بتاعه البريكنج هروح عامله ايه؟ الفيزه اللي هي ار دي انا رحت فاصلها خالص، سبتها مفتوحه اهي، ما وصلتهاش على الخط بتاعنا، ما وصلتهاش على الار، وفي نفس الوقت دخلت مين عندك؟ دخلت مقاومه قامتها عاليه جدا. الحاله دي بنسميها تو ليد كونكشن. طيب لو جينا بصينا على الحاله اللي بعد كده، الحاله اللي بعد كده اهوت بقى هعمل ايه؟ اللاين اللي انا خرجته ده او فكيته او فصلته هروح جاية موصلها على فيزا تانية. يعني دلوقتي انا فاصلة الار اهي من اللاين بتاعك، ما وصلتش اللي هو الكونكشن دي على الار، رحت جاية على الواي وموصلاها. دي طريقة تانية للتوصيل، دي بنسميها الثري ليد كونكشن. وبرضو نفس الكلام، استخدمت ريزيستنس قامتها عالية جدا، فالموتور في الحالة دي هيأكت او هيبقى اكنه سنجل فيز اندكشن موتور، مع المقاومة العالية دي هيبقى بعد لحظات معينة او بعد دقائق معينة هيبتدي ان هو السرعة بتاعته قلت، وبعدين لغاية ما بيقف عندنا. طيب تالت نوع عندنا البلوجينج. البلوجينج عندنا ده بقى ايه الفكرة بتاعته؟ ان انا هعكس اطراف السبلاي بتاعتنا. طب لما انا عكست اطراف السبلاي ايه اللي بيحصل؟ الروتيتنج ماجنتيك فيلد اللي اتكون اتجاهه بقى فين؟ اتعكس برضو عندنا. طب معنى ان الروتيتنج ماجنتيك فيلد اتعكس، يبقى التورك اللي هيتكون جوه الموتور عندنا برضو هيتعكس، فهيتكون فلكس عكسي، فهيبتدي ان الموتور بتاعنا هيبقى كأن في تو توركس عندك اتكونوا عكس بعض، لغايه ما السرعه بتاعت الموتور بتقل بالتدريج وبعدين هيقف عندنا. طب لو جينا بصينا للمكنه، ادي الار وادي الواي وادي البي بتاعت الموتور، هروح جاي عند الفستين اللي هي الار والواي، دي حصل فيهم ايه؟ عكست الاطراف بتاعتنا. نيجي بعد كده اهوت ايه هي العيوب بتاعه البلوجينج دي او عكس الاطراف بتاعه السبلاي. قالك اول عيب عندنا ان انا بيبقى في عندك لوسز عاليه جدا، وبرده بتكون هيت لوس اللي انا مش محتاجاها جوه المكنه. وتاني حاجة عندنا في عيوب البلوجينج بتاعت الاندكشن موتور بريكنج، ان انا ما ينفعش ان انا استخدم الطريقة دي كتير، يعني كذا مرة ورا بعض، عشان زي ما قلنا الحرارة الكبيرة اللي بتتولد جوه الروتر، وده مع الوقت الحرارة دي ممكن تعمل دامج او ممكن تسيح الروتر بارز بتاعتنا، فهتأدي ان الموتور بتاعك ما يبقاش شغال. طب ايه هي المميزات بتاعت الطريقة دي؟ قالك ان هي الطريقة دي سريعة جدا، لا يعني لو استخدمتها الموتور بيقف على طول. نيجي بعد كده الرابع نوع عندنا اللي هو بنسميه ال DC breaking. ال connections بتاعت ال stator بتبقى disconnected، يبقى زيها زي اول طريقة قلناها، بس بقى المرة دي بدل ما انا هشيله خالص او هعكس الاطراف، انا هوصلها على DC supply. وال دي سي سبلاي ده لما بيتوصل عندنا على الستيتر اكن هيتكون عندي نورث وساوث بولز، اكن في مغناطيس هيتكون عندك وهيتكون على الستيتر لما انا بوصله على دي سي سبلاي. يبقى انا كده فكره الدي سي بريكنج ان انا الاي سي سبلاي 3 فيز اي سي سبلاي انا هفصله
ووصل الستيتور بتاعنا على دي سي سبلاي، فاكن عندك هيكون ستيشنري بولز اللي هم النورث والساوث بول، اكن في مغناطيس هيكون عندك. فالروتور في نفس الوقت زي ما هو كان بيدور عندنا، فالروتور هيبتدي ان هو يقطع الفلكس بتاعنا اللي اتكون من النورث والساوث بولز بتاعتنا، وهيكون عندك فولتج هينديوزد في الروتور بتاعنا زي ما هو. احنا عارفين القواعد، لما بيكون في عندك فلكس بيتكون واتقطع من الحركة بتاعتنا او من الروتور، هيبتدي ان هو في انديوزد اي سي فولتج في الروتور. الفولتج ده بالتبعية هيبتدي ان هو يكون لك تيار اي سي في الروتور. الموتور في الحالة دي هيبتدي يشتغل كجنريتور، لكن هيكون في تورك عكسي للتورك الاصلي بتاعتنا، واللوسز اللي حصلت او الفقد اللي حصل هيبتدي ان هو يحصل الفقد ده في شكل كاينتيك انرجي هيتكون جوه الاجزاء المتحركة اللي جوه الموتور بتاعنا. فبالتالي الموتور هيبتدي يبطئ السرعة بتاعته وهيبتدي ان هو يقف بالتدريج. ده بيبقى شكل ال DC breaking عندنا. ادي الروتر والستيتر بتاع ال 3 phase induction motor. ادي عندنا السبلاي الاساسي اهو، بيبقى في عندي سويتش كده، لو انا وصلته على الناحية دي اللي هي في البوينتس دي هيبقى كده اهوت، معناها ان هو متوصل على ال 3 phase supply. اول ما انا بعوز ان انا اوقفه او اعمل له بريكنج او اقلل السرعه بتاعته، هبتدي انقل افك السويتش ده اللي هو بتاع الثري فيس سبلاي، واوصله على الطرفين اللي رايحين لك على الدي سي سبلاي بتاعنا. طيب ايه هي المميزات بتاعت الدي سي دايناميك بريكنج بتاعت الاندكشن موتور؟ اول حاجه ان هي برضو طريقه سريعه، كميه الحراره اللي بتتكون بتبقى اقل بكتير مقارنه بالطريقه بتاعت البلاجنج. الانرجي اللي ديسيبيتد او الفقد في الانرجي اللي في الروتور مش بيعتمد على القيمه بتاعه الدي سي كارنت اللي هو بتاع الدي سي سبلاي. البريكنج تورك بتاعنا بيكون دايركتلي بروبورشنال للتيار الدي سي تربيع، يعني معناها ان البريكنج تورك ده بيبقى قيمته عاليه فبيوقف لك الموتور بسرعه. والنوعية دي من البريكنج ممكن ان انا استخدمها في الوند روتر وفي السبيرال كيج روتر، مش زي الطرق التانية، لان انا كنت ساعات بحتاج ان انا بدخل ريزيستور، فانا مش هينفع اوصل ريزيستور غير على اطراف مثلا الوند روتر. نيجي بعد كده لاخر طريقة اللي هي الريجنريتيف بريكنج. فكرة الريجنريتيف بريكنج، احنا دلوقتي عندنا البي انبوت على الستيتور بتاعك بتساوي 3 في فيز اي فيز كوزاين فاي. الفاي بتاعتنا في حالة الجنريشن زي ما اخدنا قبل كده بتكون اكبر من 90، في حالة الموتور بتكون اقل من 90. طيب لو الان اكبر من الان اس عندك ايه اللي بيحصل؟ قالك ان في ريلاتيف سبيد هتتكون ما بين الكوندكتورز والاير جاب. هتكون ايه؟ هتكون روتيتنج فيلد، يعني الروتيتنج فيلد بتاعك هيتكون روتيتنج فيلد عكسه لو انا السرعه بتاعتك الان اكبر من الان اس. فالفاي بتاعتك بدل ما هي ان انا كنت شغاله كموتور، الفاي بتاعتك بدل ما كانت اكبر اقل من 90 بقت اكبر من 90، اكن المكنه بتاعتك اتحولت في حاله الريجنريتيف بريكنج اتحولت لايه؟ لجنريتور عندي. فبالتالي هيحصل اوبوزيشن او التورك بتاعك الاتجاه بتاعه هيتعكس، وزي كل الانواع اللي فاتت هتبتدي السرعه بتاعه الموتور بتاعك تقل بالتدريج لغايه ما يقف. فالريجنريتيف بريكنج بتاع الاندكشن موتور كان بي ابلايد او بيطبق بس في حاله اللي هي لما بتكون عندك الفريكوانسي بتاعتك بتكون ثابته والان بتكون اكبر من الان اس. والجنريشن اكشن اللي بتحصل ان انا عكست، بدل ما كانت الفاي اكبر اقل من 90 في حالة الموتور، انا خليت الفاي اكبر من 90، ففي هو اكن المكنة بتاعتك بدل ما كانت موتور بقت جنريتور، فممكن ان انا استخرج منها او اعمل ريجنريشن تاني للالكتريكال باور عشان ان انا اشغل بيها ماشين تانية. ده بيبقى شكل عندك الريجنريتيف بريكنج. ادي الاندكشن موتور بتاعنا، هبتدي ان انا ادوره عند ان اكبر من الان اس، وهبتدي ان انت في عندك زي بيتحول لجنريتور، ففي اكتف باور هترجع لك تاني عندك اقدر ان انا استغلها عندنا.